السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد سعيد من قناة زين التعقيد، والفيديو الثاني من كورس العقيدة وتعرف الأطفال على دينهم في على الكون ومن اللي خالق الكون والتعرف على الله وصفات الله سبحانه وتعالى. أخذنا الفيديو اللي فات عن اسم من أسماء الله اللي هو الأحد، وعرفنا الله doesn't eat doesn't drink he don't need to rest. تمام، عارف ان ده كله الحمد لله، الناس كلها يعني فرحين جدا جدا بالكورس ده. النهارده ان شاء الله هناخد شابتر 2، في كل درس هناخد فيه جزء. ده شابتر 2، الله is the creator، the creator الخالق، ربنا هو الخالق. طبعا ابني لازم يعرف ان ربنا هو اللي خالق الكون، خالق السماوات والارض، هو اللي خلقك، هو خلق لينا كل حاجة، السماوات والأرض والجبال والأنهار والمحيطات والماء، ده كله الله made everything، الله صنع كل شيء أو الله أوجد كل شيء، البحار، المحيطات، الأنهار، الأرض، السماء، الأشجار، ربنا هو اللي خلق ده كله. He made everything from nothing، هو سبحانه وتعالى صنع كل شيء من لا شيء، يعني هو الأول بلا ابتداء سبحانه وتعالى، يعني هو البداية الخلق بدون بداية أصلا، هو الأول بلا ابتداء. تمام، once there was no sky، الأول ما كانش فيه سماء، يعني السماء دي ما كانتش موجودة، يعني هو اللي خلق السماء من العدم. once there was no earth، وما كانش موجود أرض أصلا، ورب يبقى ربنا هو اللي أوجد وأنشأ الأرض. once there were no flowers، ما كانش فيه زهور ولا أشجار ولا ولا ولا، ربنا هو اللي أوجد الإيه، الأشجار والزهور والحاجات دي كلها. One there were no animals، ما كانش موجود أي حيوانات على ظهر الأرض، ربنا هو اللي خلق كل الحيوانات دي. One there were no birds، ما كانش في طيور، يبقى ربنا هو اللي إيه، هو الخالق، خالق الأنهار، خالق المحيطات، الأكل اللي بنشربه، خلقك أنت، خلق بابا، خلق ماما، خالق كل شيء. تمام، هو سبحانه وتعالى. تاني، الله made everything، he made everything from nothing. Once there was no sky. Once there was no earth. Once there were no flowers. Once there were no animals. Once there were no birds. Allah made everything. He made the sky. He put the sun in the sky. يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أوجد الشمس في السماء. مين اللي رفعها فوق؟ مين اللي خلاها تيجي على مدار اليوم وفي الغروب تغرب وتشرق وتغرب؟ مين خلاها تختفي وتيجي؟ مين خلاها تبقى حارتها شديدة في الصيف وفي الشتاء تبقى هادية؟ هو ربنا سبحانه وتعالى. He put the moon in the sky، مين اللي أوجد القمر في السماء؟ هو سبحانه وتعالى. تمام، لأن القمر ده مخلوق من مخلوقات الله، فهو اللي أوجده فين؟ في السماء، علشان ينور السماء بالليل، هو اللي خلاها مكتمل ونص وهلال وهكذا. He put the stars in the sky، هو سبحانه وتعالى اللي حط النجوم برضو فين؟ في السماء، لأنه هو الخالق. تمام، He made the earth، هو اللي خلق لنا الأرض كلها اللي فيها من أنهار ومحيطات و و و. He made the dry land، يعني إيه؟ هو اللي خلى في أرض جافة، يعني إيه جافة؟ اللي نمشي عليها، اللي بنبني عليها البيوت، اللي بنمشي عليها، ربنا هو اللي خلق ده. يعني أنت عندك أرض يابسة وأرض فيها مية، المية هي البحار والأنهار و و و، لها استخدامات عشان فيها سمك، فيها اكل نعرف نمشي فيها نسافر بيها، وخلق الدراي لاند، الارض اللي هي الجافه، عشان نمشي فيها ونبني عليها البيوت، وعشان نبني عليها المدارس ونبني عليها المستشفيات سبحانه وتعالى. بعد كده he made the mountains، he made the mountains، هو اللي خلق او اوجد الجبال. تمام، وجعل في الارض رواسي ان تميد بكم، يعني ربنا خلق الجبال دي عشان تمسك كوتد، يمسك الارض، لان الارض بتلف بدرجه رهيبه، فربنا هو اللي خلق الجبال عشان ايه؟ وجعلنا الجبال ايه؟ اوتادا، وتد، مسك الارض ان هي تتحرك كده وكده، لان مع سرعتها العاليه ممكن سبحان الله يحصل لنا انقلاب، لا لكن ربنا خلق الجبال عشان تبقى ايه؟ اوتاد ماسك الارض. He made the rivers، the rivers، هو صنع او هو خلق الانهار، زي نهر النيل، واحنا عارفين نهر النيل هو اطول انهار العالم، وهو نهر من انهار الجنه، وهو محور اساسي في المنهج الجديد، لازم نحافظ عليه، لان الميه
من الحاجات المهمة جدا جدا جدا، وربنا قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. انت من الماء، الطيور، الانهار، كل حاجة بتشرب من الماء، الزرع، الحيوانات. He made the seas. Seas اللي هي البحار. ايه الفرق بين مية النهر ومية البحر؟ مية النهر مية عذبة نعرف نشرب منها، لكن مية البحر مية مالحة. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. He made the oceans. Oceans يعني المحيطات. يبقى احنا كده عندنا ثلاث انواع من انواع الايه؟ الحاجات اللي فيها الميه، يا اما نهر يا اما بحر يا اما محيط. نهر زي نهر النيل، زي نهر دجله والفرات، بحر زي البحر الاحمر، البحر المتوسط، محيط زي المحيط الهادي، المحيط الايه؟ الاطلنطي. الكورس ده مهم جدا جدا، في انجلش وفي دراسات وفي علوم وفي عقيده وفي كل حاجه. تمام؟ يبقى الله هو الايه؟ هو الخالق، هو الخالق ايه؟ كل شيء. طيب. He made the plants. ربنا هو اللي خلق لنا الايه؟ النباتات اللي على الارض كلها، الاشجار والنباتات والاكل والخضار، الفلفل، الطماطم، البطاطس، هو اللي سبحانه وتعالى باذنه بتطلع كل الحاجات دي. He made the tall trees. هو اللي خلق الاشجار الطويله والاشجار القصيره. He made the flowers in every color. هو الذي جعل الازهار والشجر، دي شجرها ده لونه احمر وده بينك وده ملهاش ورق وده فيها حب وده فيها برتقان وده فيها تفاح وده فيها خوخ، فراوله، كل الاشجار ديت ربنا هو اللي كونها بالطريقه دي، مفيش حد خالص. يعني مثلا لما هو الفلاح اللي بيزرع، الفلاح بيزرع، ربنا باذن ربنا هي بتطلع. تمام؟ He made all kinds of animals. يعني هو اللي خلق كل انواع الحيوانات، زي الفيل، زي النمر، الاسد، زي الطيور، زي البط، زي الوزب، زي الكلب، زي القطط، ربنا هو اللي خلق ده كله. تمام؟ He made all kinds of animals, big elephants الفيل الكبيرة، tigers النمور، lions الأسود، dogs الكلاب، and kittens القطط الصغيرة. يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر يخلق الكبير قوي قوي زي الفيل، ويخلق الصغير جدا جدا زي القطة الصغيرة أو زي الأنت النملة. سبحانه وتعالى هو الله is creator. الله هو الايه؟ هو الخالق. زي ما انت شايف الصور كده، ربنا هو اللي خلق ايه؟ كل ده. He made the birds. هو خلق الايه؟ الطيور. To fly high in the sky. عشان تطير فوق في السماء. ربنا ادها القدرة وخلق لها الجناحين وادها المقدرة ان هي تطير فين؟ في السماء. What a wonderful world Allah has made. الكون الجميل اللي احنا عايشين فيه ده ربنا هو اللي خلقه. الأرض من مشرقها إلى مغربها، تمام، ومن أقصاها إلى أدناها ربنا هو اللي خلقها. مفيش ذرة في هذا الكون إلا ربنا خلقه. سيدنا إبراهيم لما بداية التوحيد بتاعه أو بيتعرف على الكون، فشاف القمر وشاف الشمس، قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الأفلين. سيدنا إبراهيم أدرك أن الكون ده مش شوية أصنام هي اللي بتتحركوا، اللي خلى الشمس تيجي والقمر يجي والسماء رفعها والأرض والبحار، واو، عرف بذكائه وفطرته إن ده في إله عظيم ورا كل ده. فربنا هو اللي خلق الإيه؟ الكون ده كله. تمام؟ And just think Allah made everything out of nothing. خليك فاكر إن ربنا خلق ده من العدم. يعني إيه من العدم؟ يعني ما كانش فيه أساس لأي حاجة. أنت عشان تصنع النهاردة لابتوب زي ده، بتجيب الماتيريالز، بتجيب السكرينه، بتجيب الزراير، بتجيب حاجات وتحطها في بعض. فانت عندك الماتيريالز. الله سبحانه وتعالى خلق كل ده من لا شيء. من لا شيء، وانت ايمانك بده مطالب به. تمام؟ الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، تمام، واليوم الاخر، لازم كلنا نعتقد او نيقن ان الله سبحانه وتعالى خلق كل ده بقدرته وبعظمته من لا شيء. Is there anyone who can make things out of nothing? ما فيش أي شخص في الكون يقدر يصنع حاجة من لا شيء. هتقول لي توماس إديسون يا مستر اخترع المصباح مثلا، المصباح جاب إزاز وجاب فتيل وجاب وصنعه، فهو عنده الأدوات تصنعه، لكن ربنا سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى خلق كل ده من لا شيء، من nothing، لا شيء. هو بيقول لك ما فيش حد في الكون عنده الصفة دي، الخالق. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى حرم، او الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيت فيه صوره وكلب. الكلب معروف، الملائكه ما تخشش البيت ده. طب الصوره، ايه علاقه الصوره بده؟
اعطي الصوره ان الملائكه تخرج، لان الصوره بتجسد وبتاخد الصفه ديت. هي مش عارف كده بسجل ولا ايه اللي حصل بالظبط، مش عارف، هنكمل بقى الفيديو. الصفه دي هي صفه الخلق، فانت عشان كده ربنا حرم النحت، اللي انت بتاخد صفه من صفات ربنا. ايه هي الصفه ديت؟ بتنحت، بتعمل، بتصور شكل وبتاخد صفه من صفات ربنا، وكمان الصوره ربنا حرمها او الرسول صلى الله عليه وسلم حرمها عشان برضه بتاخد صفه من صفات ربنا، ان الشخص ده بيصور حد فده صفه من صفات الله سبحانه وتعالى، هي الايه؟ الخلق. تمام؟ What do we call it when Allah makes things out of nothing؟ يعني ايه اللي احنا نقوله على الفعل ده؟ ربنا لما يخلق حاجه من لا شيء، ها؟ ده معناه ايه؟ بيقول لك we call it a create، ابداع او خلق. عشان كده ما تقولش انا خلقت او انا عملت، لا انا صنعت، انا عملت، انا اكتشفت. مش حاسس الخلق من صفه الله سبحانه وتعالى. يبقى الله is a creator، الله هو الايه؟ الخالق سبحانه وتعالى. تمام؟ يبقى الله is the creator، الله هو الايه؟ هو الخالق. تمام؟ وما ينفعش حد هنا بيقول لي ايه الله and just think Allah made everything out of nothing. Is there anyone who can make things out of nothing؟ ما فيش حد عنده قدره ان هو يخلق حاجه من العدم غير ربنا سبحانه وتعالى. What do we call it when Allah makes things out of things nothing؟ ده بنسميه ايه؟ لما ربنا يخلق حاجه من العدم اسمها create، خلق او ابداع سبحانه وتعالى. الله is the creator who made everything without using anything. هو الله سبحانه وتعالى. Only Allah can create. الله سبحانه وتعالى قادر، هو القادر الوحيد ان هو يخلق. Nobody else can create. مفيش اي شخص يقدر يقوم بالصفه دي. Create people made your home and everything that in it. يعني الناس بتصنع بيتهم بايديهم، محتاج طوب، محتاج اسمنت، رمل، الحاجه يعمل بيها. ففي هنا ايه؟ في هنا مواد يعمل بيها. تمام؟ people made it from wood، من الخشب، metal او المعدن، and other things، اشياء اخرى. think that Allah already created، حاجات ربنا هو اصلا خلقها لينا. let's us thank Allah for all the wonderful things he created for us. ربنا خلق كل ده، ها؟ عشان ايه؟ عشانك انت. وايه؟ وخد بالك، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. ربنا خلق ده كل ده وسخر ده كله ليك عشان تبقى خليفة الله في الأرض. خليفة الله يعني تعمر، تصلح، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. شفت أذى؟ شيله. شفت منكر؟ غيره بلسانك، بإيدك. ما استطعتش بلسانك، ما استطعتش بقلبك. يعني بقلبك أنا ماشي في الشارع مثلا وحد لا قدر الله يعني سب الدين أو قال كلمة وحشة جدا جدا، فأنا لو حاولت انصحه ممكن يكون بلطجي، يشتمني او يضربني، هيعمل ايه؟ انا اعمل هنا ان انا قلبي ازعل. ربنا قال كده، ازعل بقلبك على الدين بتاعك وغار على الدين ايه؟ بتاعك. تمام؟ ده الشابتر 2 او الدرس الثاني اللي هو الله هو الايه؟ الخالق. جيب لي هنا اسئله لو حابب تسال ابنك عليها. الله ميد everything، he made everything from nothing، من عدم. he made the moon in the sky، he made the tall tree، he made the in every color، flowers in every color. what do we call it when Allah makes things out of nothing؟ هنقول عليه creator سبحانه وتعالى. create، who created you، من الذي خلقك؟ هقول الله. لازم اسال ابني كده بالعربي وبالانجلش لو انا عايز احب اللغه عنده. مش حب اللغه عنده، لازم اسال ابني مين اللي خلقك؟ طب مين اللي خلق الانهار؟ مين اللي خلق المحيطات؟ وهكذا. تمام؟ طبعا ده حاجات هنلونها زي الموزه مثلا، ربنا هو اللي خلقها. الخالق الله سبحانه وتعالى. شابتر 3 ان شاء الله الفصل الثالث هيكون بيتكلم عن هو المحيي سبحانه وتعالى. اشوفكم على خير باذن الله تعالى في فيديوهات اخرى. هسيب لكم رابط كلها للمتابعه تحت في صندوق الوصف ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.